الآب والابن والروح القدس الآله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والى ابد الابدين امين. اهلا بكم في حلقه جديده من اسرتي ايقونه في الكنيسه، وبنتابع الدروس الروحيه اللي بنتعلمها من طقس سر الزيجه، ونقف عند الصلوات التي تصلى بعد الطلبه، صلاه الزواج الاولى والثانيه والثالثه وصلاه الخضوع. الصلوات دي هي صلوات من الكنيسه من اجل الاسره، من اجل ان ربنا يبارك هذه الاسره، وبنأكد المعاني التي تعلمناها في الصلوات السابقه، وبنأكد الالتصاق، وان الرجل بيترك اباه وامه، زي مثلا لما نقول في الصلاه الثالثه يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون كلاهما جسدا واحدا وما جمعه الله لا يفارقه انسان. ومره ثانيه نقول له يا رب انت باركت يقيم وحنا وصنعت منهم التابوت العقلي العذراء مريم، بارك عبديك فلان وفلان الذين اقترن في هذه الساعه، ويحفظهم بكل عفاف وبكل طهاره، واحفظ اتصالهم الجسدي والروحي، وليستحق البركه. كل دي صلوات من اجل تاكيد عمل الله في الاسره، ومن اجل ان الاسره الجديده تحافظ على عمل الله في حياتها. نقول له يا رب اطلع على عبديك فلان وفلانه معينتهم، ثبت اتصالهم، احرص مضجعهما نقيا، استرهما من مع بيتهما بيمينه غير المغلوبه، نجيهم من كل حسد وكل مكيده، احفظهم بامتزاج واحد وسلام. وهنا تصلي الكنيسه من اجل الارتباط الروحي، ومن اجل ايضا الارتباط الجسدي اللي مبني على تقديس الروح القدس لسر الزيجه وسر الاتصال الجسدي بينهم. وهنا كان الكنيسه بتشاور لهم ان علاقتكم الجسديه، علاقتكم الزوجيه والتكامل الجسدي بين الزوج والزوجه يكون بصوره روحيه مقدسه طاهره، ليس فيه انحراف، ليس فيه بحث جسدي فقط عن شهوة جسدية، ولكن من أجل المحبة الزوجية المقدسة اللي تفرح الطرفين وتقدم لهم مجال أنهم محبتهم الزوجية تثمر ثمار صالحة من خلال فكرهم الصالح، ومن خلال أيضا سلوكهم الصالح في هذا الاتجاه، لحد ما نوصل لصلاة نسميها صلاة الخضوع. وفي الصلاة دي هي صلاة قصيرة لكن بتشير إلى خضوع كل صاحب، كل طرف لصاحبه. نقول له أمل يا رب أذنيك واسمعنا، نحن الخطاة غير المستحقين، وثبت اتصال عبديك فلان وفلانة معينته، نجيهم من كل شر، وليعيش بدعة وهدوء واحتمال وخضوع وهما بلا لوم ولا عثرة، أنر عيون قلبيهما وفهميهما ليصنع إرادتك كل حين. وهنا الكنيسة بتعلمنا درس مهم جدا جدا، إن الطرفين يحافظوا مع بعض على الهدوء والوداعة والاحتمال. وكلمة احتمال معناها إن كل واحد مدعو إنه يحتمل ضعفات الآخر أو أتعاب الآخر بدون تذمر، بروح التكامل، بروح الوحدة. والخضوع كلاهما بيخضع لبعض، وهنا بتحدد لنا مفهوم الخضوع الحقيقي، لأن بعض الناس بيفهموا مفهوم الخضوع خطأ. الخضوع هنا بمعنى أن كل واحد يسمع الفكر الآخر ومفيش مانع ينفذه ويقبله حتى لو كان مخالف لفكري، لعل فكر الطرف الآخر يكون أكثر صدقاً أو أكثر نقاوة أو أكثر صلاحا من فكري، فكل منهم يبقى عنده دايما استعداد أن يقبل فكر الآخر، فيبقاش فيه تسلط من طرف واحد على الآخر، ومفيهاش فيه إهمال، مفيهاش فيه احتقار لفكر الآخر، بل بالعكس دايما نكمل بعض ونخضع بعضنا البعض، زي ما بولس الرسول قال في رسالة أفسس: خاضعين بعضكم لبعض، خاضعين بعضكم لبعض. فهنا الخضوع بالروح وبالفكر وبالقلب المفتوح تصير حياتنا بلا لوم أو عثرة، فينير الله عيون قلوبنا. عندما يتصف الطرفين بروح الخضوع وروح القبول لبعضهم البعض، روح القدس يألفهم أكثر ويثبتهم أكثر ويرشدهم أكثر وينور قلوبهم أكثر وأكثر، وبكده تبقى الكنيسة بتصلي من أجل ثبات عمل الله في الأسرة، الذي نحن أيضا مطلوب مننا أن نحافظ عليه ونفهمه ونبحث عنه
نحفظه في قلوبنا وفي أذهاننا، فتصير حياتنا بلا عثرة وبلا لوم. ربنا يبارك كل أسرة ويثبتها في المبادئ الصحيحة، سواء أسرة قديمة أو أسرة جديدة، ولله المجد دائما أبديا. أمين.